أمام شهر رجب نتحدث اليوم عن حرمة هذا الشهر في الأشهر الحرم. فشهر رجب واحد من الشهور التي اصطفاها الله تعالى في عدة الأشهر فجعله حراما وعظمه في كتابه فقال: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. هذه الأشهر الأربعة التي خصها الله تعالى بالذكر جاء بيانها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المخرج في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه نفيع بن الحارث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خطب في حجته، يعني حجة الوداع، فهي حجة واحدة حجها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه: السنة 12 شهرا، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. وإنما أضافه صلى الله عليه وآله وسلم إلى مضر لأنهم كانوا يعظمونه ويضعونه في موضعه الصحيح بين جمادى وشعبان كما هو الآن، على عكس ربيعة التي كانت تجعل رجب والشهر الذي بين شعبان وشوال وهو رمضان اليوم. فبين صلى الله عليه وآله وسلم أن رجب في موضعه الصحيح هو رجب مضر. إخواني وأخواتي، وفي الآية والحديث بيان من الله تعالى بأنه حكم فيما كتب يوم خلق السماوات والأرض أن الشهور السنة 12 شهرا على ما رتب الله تعالى في كتابه يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم. سميت بالحرم لعظم حرمتها وحرمة الذنب فيها. ولقد أمر الله تعالى عباده المؤمنين بتشريفها بمراعاة آداب الشريعة فيها وترك اختراق الحرمات التي نهى مولانا تبارك وتعالى عنها، وعظم الظلم فيها فجعله فيها أعظم خطيئة ووزرا من الظلم في غيرها وفيما سواها من أشهر العام. والذنب فيها آكل وأبلغ في الإثم والوزر من غيرها. وزاد الأمر تأكيدا في آيات أخرى من الكتاب العزيز، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال سبحانه: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام. وقوله تعالى قياما للناس يعني صلاحا ومعاشا قواما لحياتهم، لأمن الناس بها، لأمن الناس في هذه الأشهر، لعدم الظلم فيها،
الطبي؟ قال العلماء: والحكمة في جعل الله تعالى هذه الأشياء قياما للناس، يعني الكعبة والشهر الحرام، أن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على سليقة الآدمية، على طبيعة الآدمية من التحاسب والتنافس والتقاطع والتدابر والسلب والغارة والقتل والثأر، هذه طبائع في بني الإنسان. فلم يكن بدٌ في الحكمة الإلهية من وجود وازع دنيوي ووازع ديني، وازع يأخذ على يد الناس من الخارج، ووازع يأخذ على أيدي الناس من قلوبهم. أما الدنيوي فجعله في الحكام ليرد الظالم عن المظلوم، وأما الديني فقد عظم الله تعالى في قلوب عباده البيت الحرام، وأوقع في نفوسهم هيبته، وعظم بينهم حرمته، فكان من لجأ إليه معصوما به، وكان من اضطهد محميا بالكون فيه، وجعل في الزمان هذه الأشهر الحرم، وقرر في قلوبهم حرمتها، فكانوا لا يروعون فيها نفسا ولا يطلبون فيها دما ولا يتوقعون فيها ثأرا، حتى كان الرجل يلقى قاتل أبيه وابنه وأخيه فلا يؤذيه في هذه الأشهر الحرم لعظمتها في قلبه، واقتطعوا فيها ثلث الزمان، ووصلوا منها ثلاثة متوالية فسحة وراحة ومجالا للسياحة في الأمن والاستراحة، وجعلوا منها واحدا منفردا في نصف العام دركا لهذا الاحترام، وهو شهر رجب الأصم، وإنما قيل له الأصم لأنه كان لا يسمع فيه صوت الحديد، لا يسمع فيه صوت السلاح من عظمة ما كان العرب يعظمونه ويوقرونه. إخواني وأخواتي، وتعظيم الظلم في رجب وفي غيره من الأشهر الحرم لا يعني أن ظلم أنفسنا أو غيرنا قد يكون مباحا لنا في غيرهن من أشهر العام، بل ذلك حرام علينا في كل وقت وزمان، ولكن الله عظم حرمة هؤلاء الأشهر وشرفهن على سائر شهور السنة لينبه على أن الظلم في هذه الأشهر المحرمة آكل وأبلغ في الإثم من غيرها. سيدنا عبد الله بن عباس حفظه الله وترجمان القرآن رضي الله عنه وأرضاه يقول في قوله تعالى: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، قال: في كلهن، يعني في أشهر العام، يعني في الاثنى عشر شهرا. قال: ثم اختص من ذلك أربعة أشهر فجعلهن حراما وعظم حرماتهن وجعل الذنب فيهن أعظم والعمل الصالح أفضل والأجر أعظم. تنبهوا لهذا الكلام، فإنكم في أيام الذنب فيها أعظم والعمل الصالح أفضل والأجر من الله تعالى أكبر. فعظموا أيها الإخوة والأخوات ما عظم الله تعالى، ولا تظالموا في الشهر الحرام،
الزمان، فإن شهر رجب الحرام يقال له الأصح، لأن الرحمة كما كانوا يقولون تصب فيه على العباد صبا، فهو الأصح، لأن الناس كانوا يعظمونه فلا تسمع فيه صوت سلاح، والأصح لأن الرحمة تصب فيه على العباد صبا، فبادروا في هذا الشهر من الخير كل ممكن، وأعظم الخير فيه الصيام، فقد أمر رسولنا صلى الله عليه وسلم أمر استحباب وليس أمر وجوب، أمر استحباب لمن أحب ذلك أن يصام من أشهر الحرم بعضا ويترك بعضا، لا أن يصام رجب جميعه كما يصام رمضان، إنما يصوم البعض ويترك البعض. ففي سنن أبي داود قال لسائله صلوات الله وسلامه علي عن الصوم: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، يعني خذ أياما واترك أياما. وكذلك كان يصوم صلوات الله وسلامه عليه من أشهر الحرم، كما أوصيكم ونفسي بأن تأخذوا أنفسكم بالحزم والجد ليكون الكف عن الهوى في هذه الأشهر ذريعة إلى استلامة الكف في غيرها. إذا قررت من الآن أن تكف عن الهوى لأنك في شهر الحرام، فإن هذا يورث طبيعة فيك تمتد بك ربما إلى آخر الأجل. نسأل الله تعالى أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين، اللهم آمين رب العالمين. وإن لم يكن فإلى رمضان، فتكون في رمضان أشد حرصا وأشد التزاما، فهذا تدريج للنفس إلى فراق مألوفها المكروه شرها. وإذا تقاعست نفسك فاذكر أن الجاهلية الأولى عظموها، اذكر أن الناس حيث كانوا بلا دين كانوا يعظمون هذه الأشياء وهذه الأيام لأنهم ورثوا تعظيمها من ملة إبراهيم، فكيف لمن نزل عليه الذكر الحكيم وجاءه البيان على لسان سيد المرسلين كيف يكون حاله؟ إذا تقاعست نفسك فحركها بهذا. إذا عظم أهل الجاهلية هذه الأيام فأنا كمسلم أولى بتعظيمها، لأنه جاءني فيها بيان من الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان، وبلغنا رمضان ونحن في أمن وأمان وسلام وإسلام، اللهم آمين. اللهم بارك لنا في شهر رجب الأصم، واحفظنا فيه من موجبات السخط والذم، وحطنا حياطة ننسى بها لطف الأب والعم، عمنا بأياديك يا خير من أعطى وعم، اللهم آمين. أقول هذا وأستغفر الله العظيم.